السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. مشاهدينا نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم في هذه الحلقة من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم بعد قليل، أو من خلال خدمة الواتساب التي تتيح لكم إرسال رسائلكم النصية عبر هذه الخدمة التي تقدمها قناة الرافدين. الموضوع اليوم سيكون عن الدعوات لاعتصامات واحتجاجات عارمة في المحافظات الوسطى والجنوبية للعراق واليوم الأحد طبعا، وهناك أيضا تجدد في الأحداث بقضية التظاهرات وتصريحات السياسيين على رأسهم حيدر العبادي بخصوص المظاهرات، وكذلك بخصوص الاعتراف بالفشل بعد وقت رآه العراقيون أنه وقت متأخر للغاية. نراكم بعد قليل. إحنا على أساس حكم إسلامي، ما لمسنا هذا الشيء بكل تصرفاتكم. ناس بديتوها ويانا بالكذب وراح تنهونها بالدمار. دمرتوا البلد، ماي مالح وكتل الزرع. كهرباء، الكهرباء ترابك لايت، الله وامان الله. اذا عندكم مروءة وعندكم انسانية نحوا عن الحكم، خلي يجي غيركم. كافي 15 سنة بديكم، شنو سويتوا؟ أنا مرة ترى شيعية، وأنا ما منتمية لأي حزب. مثل ما جئتوا بجنطة، تطلعون بجنطة، أنتوا طلعتوا المليارات لي قدام. ضمنتوا حياتكم، أنتوا أولادكم وأحفادكم. مثل ما جئتوا بجنطة، تطلعون بجنطة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. نتابع أول مقطع لدينا وهو تجدد المظاهرات في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، طبعا مع إجراءات أمنية مشددة كالعادة وتخوف من المتظاهرين من محاولات قمع قد تطالهم على يد القوات الحكومية أو على يد القوات الحكومية وميليشياتها، فلنشاهد. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نستمع لرئيس السيد أبو ناصر من تركيا، تفضل أبو ناصر. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا حضرتك أخي العزيز وكل كادر قناة الرافدين المحترمة. حياك الله، أهلا وسهلا. أستاذ محمد، أنا بس أحب أقول للمتظاهرين وكل المحافظات المنتفضة، نعم، الحكومة واللي يسمون نفسهم سياسيين والمعممين والبرلمانيين، كل الزيان يعرفون بأن أيامهم صارت معدودة. ولهذا طلعنا العبادي بقرار إطلاق تخصيصات للمحافظات، وهذا يعني بأنه الأموال موجودة لكن ما يريدون الشعب يستفاد منها. وأقدر أقول بأن العبادي اجتمع بأعضاء الحكومة والبرلمانيين وطبعا ممثل من المرجعية وقال لهم نيابة، ترى الشعب انتفاض، وهذا انتفاضة الشعب احتمال يزيحنا من مناصبنا، فاللي يريد منكم أن يتأجلون سرقاتكم الخيرات العراق ولو لفترة محددة، ونخصص لهم كم مليون حتى يتوفر ولو شيء قليل من خدمات لهم حتى يهدأ الشعب ويرجع المتظاهرين لبيوتهم، وبعدها ارجعوا وسرقوا براحتكم. وهذا العبادي اللي فرحان بمنصبه وساكت عن كل ما تقوم به القوات الحكومية والميليشيات، أقول له أنت مسؤول عن أي انتهاك من قبل هاي القوات والميليشيات ضد الشعب. وأذكرك بأن صدام حسين الله يرحمه اتحاكم على قضية الديجيل وهو ما قتل ولا واحد بإيده، لكن لأنه كان بهرم السلطة حملوه مسؤولية اللي صار بالدجيل وغيرها. وأكيد أنت راح يجيك يوم وتتحاسب عن كل ما قامت به القوات الحكومية والميليشيات. طيب أبو ناصر، خلنا نستمع مع بعض ومع المشاهدين الكرام إلى حديث حيدر العبادي، حيث اعترف حيدر العبادي بإهدار مسؤولين للمال العام وعدم إنجاز كثير من المشاريع رغم إنفاق المليارات، وأشار إلى أن التفرقة الحزبية وعدم اكتراث الكثير من الأحزاب بواقع البلد سيعزز البطالة ويفاقم المشاكل التي يعيشها البلد، فنستمع إلى حديث حيدر العبادي. الفساد الأكبر هو هدر المال العام، هذا الفساد الأكبر، هو لما المشروع ينصرف عليه مليارات الدولارات ومدى سنين طويلة لحد الآن غير منجز،
هاي مضيع اموال، هذا مو هدر، هذا اكثر من يعني هو سرقه 100%. هذا لهذا يكون نشتغل سوا فعلا، نتوحد ويصير احنا في مركب واحد في اتجاه واحد، نريد نقدم بالاخير خدمات المواطن، فرص عمل، نحسن مستوى المعيشه. كما استمعت ابو ناصر، علينا ان نعمل معا، نحن في مركب واحد، نحن في طريق واحد، علينا ان نعمل سويه من اجل الخلاص من الفاسدين والسراق. نعمل مع من؟ الى من يوجه الكلام؟ ولماذا حتى هذه اللحظة لم يحاسب فاسدا واحدا؟ هل يعقل أن 4 سنوات مضت على حكمه لم يستطع يحاسب فاسد واحد؟ أين وعود محاربة الحيتان وإعادة الأموال المسروقة من الدولة والسيطرة على هذه الدولة بميليشياتها وبسراقها وبلصوصها؟ أين هذه الوعود؟ لما لم نرى حتى الآن واحد فقط يوضع في السجن من هؤلاء الذين تسلموا مناصب في الدولة، إن كان برلمانية أو وزارية أو غيرها؟ هذا محمد هو العبادي أول الفاسدين الموجودين بالحكومة، هو اللي يغطي على كل الفاسدين اللي موجودين بحكومته وعلى كل ما تقوم به المرجعية وعلى كل ما تقوم به الميليشيات، وما يقدر يحاسب أي واحد، لأنه إذا يطلع ملف مال واحد من الفاسدين يطلعوا له 10 ملفات. هو من ضمن الفاسدين، المفروض يحاسب نفسه قبل ما يحاسب البقيه. بعدين انت ليش ما تحاسبهم اذا انت نظيف وما عندك شيء؟ ليش باقي ساكت الى هسه؟ يعني هاي 4 سنوات احنا ما شفناك حاسبت واحد وقدمت واحد للعداله وطلع حاكم الزاملي وقال مسؤوليه سقوط الموصل كلها على المالكي، ليش ما حاسبتوا المالكي؟ ليش ما قدمتوا للمحاكمه؟ مو هي هاي اللجنه اللي انتم شكلتوها؟ يعني الفساد ينخر كل البلد وبعلم العبادي، وما يقدر يحرك ساكن وما يقدر يسوي اي شيء، لان هو من ضمن الفاسدين استاذ محمد. يعني هذا الشيء معروف لكل العراقيين. يعني اذا ما راح يضرب مثل ما يقول بايد من حديد، ترى والله العظيم هاي انتفاضات الشعب ما راح تخلي حزب الدعوه يفيدك ولا معمم يفيدك ولا ميليشيا تفيدك، راح تقدم للمحاكمة على كل الجرائم اللي صارت وانت بمنصب رئيس الوزراء، واللي قبلك المالكي نفس الحالة يتقدم للمحاكمة، وكل شخص استلم منصب وزير بالدولة العراقية وصارت هاي الانتهاكات ضد الشعب العراقي أثناء وظيفته وأثناء استلامه منصبه راح يقدم للمحاكمة مثل ما شفنا اللي تقدموا الوزراء قبلهم بالنظام السابق. أبو ناصر، المشكلة الآن أن السؤال الذي يوجه من قبلنا لهذه السلطة، حيدر العبادي يتهم بأنه ضعيف وأنه ضعيف الشخصية وضعيف بالسياسة التي يتبعها وصلاحياته، لأن القانون ليس بيده، والقوات الحكومية التي هو المسؤول الأول والوحيد عنها، طبعا هو القائد العام للقوات المسلحة، لا تخضع لإمرته بشكل مباشر. هناك أحزاب تتحكم، هناك ولاءات من قيادات في هذا الجيش والشرطة وغيرها تميل هذه الولاءات لأصحابها، إن كانت حزبية أو إن كانت ميليشياوية. كيف يمكن أن يحقق ما تقوله وهو ضعيف بتطبيق هذا على الأرض؟ ولماذا إن كان ضعيفا يستمر بالحكم؟ هو يعرف نفسه ضعيف، والمفروض به وطلع واحد من عندهم من ضمن حزب الدعوة وقال أغبى واحد كان بحزب الدعوة هو حيدر العبادي، ويعرف بنفسه كل الزين، ما راح يقدم أي شيء وما راح يقدر يحاسب أي واحد من الفاسدين ولا راح يردع اي فصيل ميليشياوي اللي دا يعيثون بارض العراق فساد. المفروض يقدم استقالته يقول يا ترى انا ما قدرت اسوي شيء لانه الضغوط علي هوايه وحزب الدعوه قاعد يضايقني والميليشيات اللي مرتبطه بايران وياخذون اوامرهم من ايران، ما راح اقدم لكم شيء، فلهذا انا اقدم استقالتي. لكنه هذا الكرسي اللي غرهم يجي يوم يتحاسب عليه، الله شاهد عليه، يجي يوم تطلع كل جرائمه. يعني هاي المظاهرات اللي دخلت اسبوعها الرابع وهاي صمت الحكومه عن تلبيه اي مطلب من المطالب، هذا يعني بان الحكومه ما مهتمه لكل ما يعاني الشعب استاذ محمد. ولهذا انا اقول للمتظاهرين، يعني مقرات الاحزاب المجرمه هاي قدامكم موجوده، وهسه ذولا اللي قتلوا قسم منكم واعتقلوا قسم منكم عليكم بتدمير كل هاي المقرات. ولاهل النجف اوجه كلامي، مقر المرجعيه اللي باعت العراق قدامكم، حاصروهم وصلوا لهم رساله بان انتم يا معممين سبب دمار العراق واحتلاله من قبل امريكا وايران. يعني اذا ما راح تقدمون لنا شيء لا تتزحزحون من مكانكم اذا ما تسقط كل العمليه السياسيه. اشكرك ابو ناصر، كنت معنا من تركيا، شكرا جزيلا لك.
طبعا نذكر مشاهدينا الكرام أن المظاهرات تجددت أمام بوابة البرجسية غرب محافظة البصرة، ذلك بعد إنهاء القوات الحكومية الاعتصامات بالقوة، وأنهت بالقوة طبعا اعتصاما مفتوحا قرب منفذ صفوان. ردا على ذلك أعلن المتظاهرون في محافظة البصرة أنهم سيبدأون اعتصاما مفتوحا اليوم الأحد احتجاجا على الفساد الحكومي وعدم تحقيق مطالبهم، وبينوا أن المطلب الأساس أصبح يتعلق بالعملية السياسية من خلال الدعوة لإلغاء الدستور. كما قلنا في البداية، سقف المطالب ارتفع منذ أول يوم لانطلاق هذه المظاهرات وحتى الوصول إلى الأسبوع الرابع، سقف المطالب ارتفع كثيرا إلى أن وصل إلى هذه النقطة التي كان ينتظرها الكثير من العراقيين. معنا اتصال السيد أبو فيصل من السعودية، تفضل أبو فيصل. أبو فيصل، طيب فقدنا اتصال مع السيد أبو فيصل. عموما نكمل الحديث. لوح المتظاهرون في محافظة البصرة بتدويل المظاهرات وتقديم شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة في حال استمر العجز الحكومي عن تحقيق مطالبهم المشروعة. طبعا لدينا أيضا أكثر من مقطع تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي للحظات هدم الخيم وعملية إزالتها بالقوة من قبل القوات الحكومية وفض اعتصامات بالقوة من قبل القوات الحكومية كان في محافظة البصرة أو في ذي قار. المعتصمون في محافظة المثنى توعدوا بمرحلة أخطر من الاحتجاجات تتضمن قطع بعض الطرق في المحافظة في حال لم تلبي الحكومة المطالب، وأكد المعتصمون أن الاعتصام لن ينتهي ما لم تتحقق المطالب الأهالي الذين تتزايد عددهم بشكل كبير في الاعتصامات رغم الحصار الذي تفرضه القوات الحكومية من الجيش والشرطة حول منطقة الاعتصام. معنا اتصال أبو فيصل مرة أخرى، تفضل أبو فيصل. يبدو أن أبو فيصل غير جاهز معنا. أبو فيصل غير جاهز معنا. طيب، في محافظة بغداد في العاصمة تجددت المظاهرات في ساحة التحرير وسط إجراءات أمنية مشددة احتجاجا على الفساد الحكومة الحالي وكذلك تسويف القضية في تطبيق الوعود وتحسين الخدمات أو تنفيذ الوعود التي طرحت. نتابع هذا المقطع مشاهدينا الكرام حول حديث أهالي بغداد في ساحة التحرير حول الوعود التي أعطتها الحكومة ومحاولة تمييع وتسويف لهذه الوعود ولهذه القضايا، فلنشاهد. كافي صغارنا كم سنة من 2003، هسه احنا بال 2018 سوونا سوونا رحم الوادي كسر المليارات ولا وين راحت؟ يعني خلي يسوون هسه شفت لك جسر متعمر. هسه دا اريد بلدي العراق، وطننا باعوه، هذول الموجودين بالخضراء باعوا بلدنا. هسه نريد احنا كعراقيين نريد وطن، فلذلك نريد بلدنا، نريد وطننا. يعني هاي بالدرجه الاساس، واضافه الى هذا الخدمات. يعني هسه وصل الشعب العراقي الى حال يرثى اليه، يعني المواطن كل شيء ما عنده، يعني اصبح معدوم. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. كما ذكرنا سقف المطالب ارتفع بشكل كبير منذ بداية المظاهرات وحتى هذه اللحظة، بدأت ببعض المطالب لوظائف انتهت أو وصلت حتى هذه اللحظة إلى إلغاء الدستور وإلغاء العملية السياسية وإسقاط هذه الحكومة التي جاءت بعد الاحتلال وجاء بها الاحتلال كما يقول المتظاهرون. هذا هو المطلب الشعبي الآن، هذا هو مطلب المتظاهرين. أصبحت الوعود التي تعطى من قبل الحكومة لا يكترث لها من قبل المتظاهرين، لأنها وعود أعطيت قبل سنوات ولم تنفذ، وأعطيت عشرات المرات وعلى ألسن مختلفة من السياسيين ولم تنفذ، وبالتالي خلص انتهى الموضوع بالنسبة للمتظاهرين. الموضوع أصبح بالنسبة لهم هو مجرد هواء في الشبك وتصريحات سياسيين كالمعتاد. الآن حيدر العبادي من في محاولة طبعا لتهدئة الأوضاع في محافظة البصرة وكذلك المحافظات الجنوبية والوسطى طالب بصرف مستحقات المحافظات بشكل فوري وعاجل. كيف تصرف هذه المستحقات والحكومة تبكي يوميا من قضية انهيار الاقتصاد العراقي وإفلاس خزينة الدولة والعراق على حافة الهاوية في الناحية الاقتصادية، ولا توجد وظائف وأغلق باب التعيينات من زمن بعيد، وكثير من المشاكل
التي طرحتها الحكومة، حكومة العبادي، بقضايا اقتصادية متعلقة بإفلاس أو قرب إفلاس الدولة. كيف الآن تخصص هذه الأموال؟ من أين جاءت هذه الأموال؟ لماذا لم تخصص سابقا في أيام النشوة الاقتصادية التي عاشها العراق بارتفاع أسعار براميل النفط بالسابق؟ لماذا لم تنعش هذه المحافظات بخيرات هذا البلد بالأموال التي دخلت عن طريق بيع النفط؟ لماذا الآن تخرج في أوقات المظاهرات؟ لماذا يخرج العبادي والعامري وغيرهم بالاعتراف بأن هناك غضب شعبي وأن هناك ظلم يقع على المدنيين في العراق؟ لماذا الآن؟ لماذا ليس سابقا؟ لماذا لم يكن هناك إعمار حقيقي وإصلاح حقيقي ومحاربة حقيقية وجادة للفاسدين والسراق؟ لماذا الآن تخرج كل هذه المعلومات وكل هذه التصريحات بهذا الوقت بالتحديد؟ معنا اتصال. السيد أبو محمد من الديوانية، تفضل. شلونك أخوي محمد؟ حياك الله، أهلا وسهلا أبو محمد. شو صحتك؟ أهلا وسهلا. أقول لك أخوي، تفضل. أقول لك إعترام من قال خذ النقطة منهم، خذ النقطة منهم، ما حد استنكر من هؤلاء، من هؤلاء اللصوص. زين، ما حد استنكر وقال نفطنا ما نقبل احنا واحد ياخذه. زين وانت هم دمه، هم شنو دمه؟ اجوا على ظهر الدبابه الامريكيه يا اخويا. نعم نعم. والعباد هسه يحاسب الفاسدين. وين كان عن الفاسدين؟ وين كان عن الفاسدين؟ وين كان ابو محمد؟ انت ابو محمد اسمع منك، وين كان العبادي؟ ها؟ أنا أسمع منك الجواب، وين كان العبادي؟ لماذا لم يحاسب الفاسدين؟ العبادي اللي كان يا أخوي دمية، مو بيده شيء، ما بيده شيء، يعني هو ما بيده كل شيء، زين؟ ما بيده كل شيء، ما يقدر يحاسب، هو أعطيك وعد، لا حاسب له واحد يحسب عليه، زين؟ زين؟ نعم. طيب العبادي الآن يقول بأنه يجب توفير مخصصات المحافظات المالية. لماذا الآن تخرج هذه التصريحات وهناك محاولات من العبادي من أجل الإصلاح الآن؟ يعني إن كان بشكل صوري حتى هذه اللحظة لم يرى المواطنون أي شيء على الأرض، العبادي يأمر بصرف مستحقات المحافظات، ليش الآن؟ يحاول يخمدون الانتفاضة، يحاولون يخمدون الانتفاضة اللي الناس وداعتك قاعد تطلع عفوية الناس، زين؟ بس اسمعي، اكو يوم مظاهره قاعد تطلع الوحده الوادي، زين؟ هيك الوحده، لا واحد يبلغها، لا واحد هذا، تطلع الناس وتشارك بالمظاهرات والاعتصامات وداعتك، زين؟ نعم. شكرا ابو محمد من الديوانيه. نقرا رساله السيد مبروك من الامارات. يقول اخي محمد، المظاهرات مستمره بالعراق. ثمن المشاركه باهظ يدفعه الشهداء بحياتهم والاحياء بمخاطرتهم بحياتهم. على هامشها تستمر تصريحات الساسة ورجال الدين المصطفين سوية في إدانتهم العنف والفساد، كأنهم ليسوا غارقين فيها حتى النخاع، أي العنف والفساد، وكأن الضحايا تساقطون نتيجة عنف غزا العراق من المريخ. بعيدا عن رطانة الساسة والمرجعية وحرباوية مقتدى الصدر والميليشيات، انطلقت أصوات ربما لأول مرة مؤيدة للمتظاهرين، إنه ذلك الخندق العميق الذي يفصل عموم الشعب العراقي عن الحكومة، والذي عجز الشعب عن عبوره للإمساك بالحكومة لإسماعها مطالبه، وهو بالضبط عكس ما يجب أن يكون. فبالطبيعي أن تقوم الحكومة بتلبية مطالب الشعب، لأنه واجبها وليس منا على الشعب أو إحسان، وأن تردم الهوة التي قد تقوم بينهما في حالات الفساد والظلم وعدم تطبيق القوانين واحترام حق المواطنة. وهذا ما لم يحدث بالعراق في ظل حكومات ما بعد 2003، وإن كان هذا لا يعني تبرئة نظام ما قبل 2003 من المسؤولية، فالمواطن خاسر بكل المستويات، إذ امتهنت على مدى 15 عاما الأخيرة امتهن كرامته، ولم يتم توفير الخدمات الأساسية الموعودة له، ولم تراعى حقوقه كإنسان، وتبخر حق التعبير عن الرأي أمام ناظري. وكيف التعامل مع المتظاهرين سابقا وحاليا؟ أفضل دليل على ذلك. عموما يقول أخي أبو ناصر، رسالة توجه إلى السيد أبو ناصر، يقول كما قال أخي أبو ناصر، تغيير نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي وقلب الطاولة على هؤلاء الفاسدين، ونحن مع استمرار الاعتصامات حتى محاكمة هؤلاء الفاسدين ومعمميهم بثورة عارمة مستمرة سلمية. السيد مبروك من الإمارات، شكرا لك. لدينا أيضا أحد المشاركين يرسل لنا مقاطع. طيب
يقول أيضا أحد المشاركين، يقول في الأيام القادمة سيكون التغيير الجذري في جميع المحافظات المنتفضة وسيكون هناك تطوير المظاهرات. نتساءل عن طبيعة هذا التطوير، ما نوعية التطوير الذي يمكن أن تطور به هذه المظاهرات، ما الأشكال الأخرى التي يمكن أن تأخذها أو أن تأخذها هذه المظاهرات يعني كأشكال جديدة. هناك من رأى بأنه السلمية أو مصطلح السلمية هو لا ينفع في العراق الآن، يجب أن يكون هناك مصطلح أقوى من ذلك، يجب أن يكون هناك تحرك أقوى من ذلك لكي يقف المتظاهرون أمام هذه الميليشيات وهذه القوات الحكومية بسلاحها. أبو حسام النعيم من بغداد يقول تحية لحضرتك أستاذ محمد ولكل كادر قناة الرافدين. شكرا أبو حسام. لن ينفع العبادي وحكومته أي وعود كاذبة يوعد بها المتظاهرون على الشعب، وعلى الشعب محاسبتهم على كل الجرائم التي ارتكبوها ضد الشعب العراقي ومصادرة كل أموالهم وممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة وإرجاعها للشعب. أيضا هكذا يرى البعض بأنه هذا هو أفضل حل، تضييق على هؤلاء باليد وليس بمجرد مظاهرات. الغريري من بغداد تفضل. السلام عليكم أخي أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد، أبدأ كلامي بآية قرآنية كريمة، الله سبحانه وتعالى يقول ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. نعم. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. هذه الآية تنطبق تماما على كل معمم فاسد من جميع الأديان، وبالذات سبحان الله معممين ما يسمى بالحوزة الموجودين الآن هم الذين يديرون دفة حكم العراق من وراء الكواليس. فعلى هذا الأساس أقول لإخواننا الشيعة بالجنوب في كل مكان، أقول لهم يعني أما آن الأوان لكم أن تصحوا، لكم أن تروا هذه العمائم الفاسدة التي تسرق وتنهب وتصدر فتاوى بإباحة دماء الناس وأموالهم. نعم. فأقل شيء تفعلونه أنه تقاطعون زيارة الأربعينية القادمة الموجودة في مذهبكم الشيعي، يعني لا تخرجون للزيارة. بس حتى نوضح النقطة، كلام سليم حتى هذه اللحظة، كلام سليم. هناك خديعة وقالها المتظاهرون، قالها باسم الدين باغون الحرامية، يعني المعمم الذي تاجر بالدين أو من نصب نفسه كمرجع ديني وتاجر بالدين وبعقول الناس، كلام سليم. ولكن دعنا قدر الإمكان نبتعد عن قضية الشيعة والسنة ومذهبكم ومذهبنا، يعني من خرج في المظاهرات الآن السني والشيعي. ولكن هناك حالة ملفتة سيد غريري، هناك بعض الناس الذين قاموا بعمل الأكل المعتاد في الزيارات الدينية، ولكن بدل أن يوزع للزوار أو لمن يزور قام بتوزيعه على المتظاهرين. هذا أولى، هذا أولى. المتظاهر الذي يقف بالحر يحتاج إلى ماء وطعام، هذا أولى. يعني نحن دعنا ندعو من بهذا الاتجاه، دعنا نبتعد قدر الإمكان عن موضوع السنة والشيعة لأنها أدخلت بعد الاحتلال. صحيح أستاذ الفاضل أستاذ محمد، يعني إحنا نتكلم هذا من باب الأمر الواقع. ليش؟ لأن المرجعية الشيعية هي تأمر وتنهى. يعني إحنا شفنا سستاني من أصدر فتوى الجهاد الكفائي، يعني الناس طلعوا حتى بهم ناس والله ما يملك قوت يومه، يعني والله راح استجابة لنداء فد رجل دين وراح ضحى بنفسه، وترى بالمناسبة قتلوا منهم الآلاف. يعني هذول المظاهرين يعني عوائلهم وأصدقائهم وأقربائهم وأبناء عموتهم قتلوا منهم الآلاف بناء على استجابة المرجعية. زين هؤلاء الذين راحوا بأنفسهم، يعني ما ألا يرون أن المرجعية ساكتة عن فساد الطغمة الحاكمة في بغداد؟ ألا يرون بل تدعو إلى الإسراع بتشكيل الحكومة سيد غريري؟ نعم أستاذ محمد، تدعو إلى الإسراع بتشكيل الحكومة المرجعية في النجف. أستاذ الفاضل والله العظيم لا ينفع لا حكومة جديدة ولا قادمة ولا ماضية. الحال يعني أنت هل تعتقد أستاذ محمد الله يبارك بيك أنه هؤلاء يتركون كل هذه الامتيازات والمناصب والمال والمليارات والحياة المترفة بمعنى الكلمة من أجل مطال الناس بسطاء؟ نعم، أنا أشكرك شكرا جزيلا سيد غريري من بغداد، وضحت الفكرة. الجواب ربما قد أجاب عنه الكثير من السياسيين من البرلمانيين، أنه لن يقبلوا أن يعمل البرلماني حلاق أو سائق تاكسي أو خباز أو يعمل نادل في مطعم، لن يقبل النائب بغير الامتيازات التي يتحصل عليها. هذا كلام نواب كثر، عرضنا كثير منهم التي قالت بأنه لا أستطيع أن أعيش نفس الحياة التي أعيشها بدون المخصصات والامتيازات. عندما طرح موضوع تخفيض رواتب
النواب والذي رفضه جميع النواب طبعا في البرلمان. لن يقبل أحد منهم أن يتنازل عن امتيازاته وعن مخصصاته. وقضية الرواتب التقاعدية التي طرحت بالسابق ربما رآها البعض بأنها محاولة لتغيير مسار المظاهرات لقضية أخرى، ولكن الموضوع الذي طرح هو موضوع كان جادا فعلا أن يطبق، وقضية المخصصات النواب كرواتب تقاعدية كان أمرا مطروحا بشكل حقيقي وجاد، ولكن لم يقف أو لم يستمر ربما أمام هذا الغضب الشعبي. قد يطبق وقد يقر، وهذا أمر ليس مستغربا من هذه السلطة، ولا يوجد اكتراث للمواطن بشكل عام. أبو حسن من بغداد تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك أخي محمد. ذول الحكومة ما يهمهم الشعب. نعم. يعني هم دي يسرعون تشكيل حكومة. دي الحكومة يمسكوها على أي أساس؟ على أساس دمار الناس، على قتل الناس، على تجويع الناس. نعم. يعني هسه مال الغربية يعني تدمر بدل ما يسكرون الحكومة. شوف شو الغربية صار فيها، شوف الجنوب، شوف الجنوب ميتين. يعني أنا ذاك اليوم أفتح البوري لقيت حتى يعني أشياء طفيليات بالمي. يعني هذا كفر. هم ما يهمهم الشعب. هسه لو الظاهر بعد 100 سنة ما يهمهم. هم دول مو عراقيين أخي محمد. نعم. ولا يهمهم مصلحة العراق. يعني عراقيين مو عراقيين لادم مين؟ وش عندهم يسوون بالبلد إذا مو عراقيين؟ هم جابوهم أسيادهم الأمريكان. الأمريكان هم وباء العالم العربي كله. يعني العراق احتل، بعدين سوريا، بعدين لبنان، بعدين اليمن، والله يعلم بعد الجاي شنو. طيب بس مبين أبو حسن أنه أمريكا ما تريد هؤلاء يرحلون، يعني الظاهر متمسكة بيهم لأنه ينفذون أجندتها. شلون يرحلون؟ شنو الوسائل المتاحة؟ الأمريكان عزوا، الأمريكان عزوا ما يعملوه ما عملوه بالعراق. فهم دولة شنو هدفهم؟ تدمير العراق، تدمير الهوية العربية الإسلامية. نعم. هو هذا غرضهم. طيب شلون العراقي يعني شلون المواطن العراقي يخلص منهم؟ بالاتحاد، اتحاد الشعب كله مع بعضه يخلص من دول المرتزقة دول. بس يعني اكو مناطق ابو حسن ولو دقاطعك اعذرني بس اسئله هوايه يعني من طرح حضرتك. اكو مناطق الحدث ما طلعت بمظاهرات وكانه الناس كما قال احد المواطنين من المثنى نايمين. الناس نايمين. والله ابني اخي محمد من العار الانسان العراقي الاصيل يقبل على الذله هاي. يعني انا اقول اكبر عيب الانسان نايم واخوه بالشمس وعطشان وجوعان ومهموم. نعم. على من طالع غير على مود الكل. فلازم يتحد الشعب. يعني الشعب هذا يعني انغدر. وصدقني الامريكان يعني مو اصحاب قوه، بس القوه مالتهم بالاسلحه. يعني لو عندنا كم وان كانت امريكا صاحبه القوه لن تقف امام اراده شعب مهما كانت قويه. طبعا هذا كلام صحيح. الامريكان يعني بس واحد لو يتحد ويا بعضه. الاخواننا الشيعة المفروض ما ينسون صار مئات السنين متعايشين ومتخاوين. صحيح. يعني شلون يعرفون اخوتهم ويعني وناسهم؟ يعني احنا متناسيين مع بعضنا. قبيله الخزرج لما انقتل فيها شيوخ قبيله الخزرج. نعم. يعني انتم ناس قبيله محترمه ويعني وصلكم واصل العالم كله. شلون تقبلون بين شيوخكم ينقتلون؟ فلازم تسيرون على هذول. لازم يعني الانسان العراقي الشريف ما يقبل لازم بالمهانه والذله. نعم. الذله صعبه يا اخي والله صعبه. نعم. شكرا ابو حسن. كريم من النجف تفضل. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. احنا احكي لك على حالنا يعني حالنا. نعم. اقول الجوع ذابحنا وسبان بقهر عيشتنا وطحير الضيم شفنا والمآسي ونشكي للعالي القدير بالحصار سنين ناكل نوى ونخالة وشعير وكلها بالمرصاد تهمس لازم الظالم يطير النوف فوق الظلم ذاك البلد أسوأ يصير وصار من دول الزبالة لفوا ما عدهم ضمير باطل بباطل عملهم وللحرام أكبر ظهير فشلوا وباعوا شعبنا وقعدونا على الحصير الطائفي حاجز مكانه دمج
وبرتبة مشير، وسين ما عنده شهادة تسلم أوراقه سفير، وذاك المسودن يهنبض النوبة يتعين وزير، والشعب صار الضحية يصرخ وما من مجير. الموت بالجملة يا عمي ودوا ما عند الفقير، النازحين بخيم عانوا برد والحر الهجير، تمادوا وكذبوا وباقوا والكذب حبل قصير، وبحت أصوات المراجع وحسبنا المولى القدير، وخاف العباد وتردد وين بصلاحك تسير، والشعب غاضب ويهتف والوضع كلش خطير. ليش يا شعب الشهامة وشنو ببالك يدير، وعلى شنو شبيك ساكت وشنو تتأمل يصير، صبرك تعدى حدودك كافي عاد اعلن النفير، قوم عاد اغلق حدودك وترك الفاسد يحير، انت ما تعرف الذلة وندرب حسابك عسير، يلا قوم اعلنها ثورة قوم يرعاك القدير، قوم يرعاك القدير. صح لسانك، صح لسانك، وعليكم السلام. شكرا جزيلا سيد كريم، شعر جميل جدا. طيب مشاهدينا نذهب الى فاصل قصير ومن بعده نعود. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، معنا السيد ابو علي من كربلاء، تفضل ابو علي. ابو علي. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الله يسعدك يا ابا. حياك الله. شويه اعطيني مجال راح احمل الحليبك شويه. تفضل. الله يخليك. الو. تفضل اسمعك. طبعا خوش اشرت اشاره كلش حلوه جزاك الله خير. دائما احنا بشعاراتنا الحسين ابو الاحرار، الحسين طريق الحريه، الحسين الحسين صاحب هيهات من الذله. انتوا يا اصحاب المواكب انتوا اللي توفرون المي والاكل من الفا الى 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 الى, إلى, إلى كربلاء، وينكم؟ هذول هم هاي الثوره الحسينيه الحقيقيه، وينكم؟ يعني وقالي اللي يحب الحسين هذول اولاد الحسين، هذول ابناء الحسين، هذول اللي يمشون على طريق الحسين. افضل الجهاد كلمه حق بوجه سلطان جائر. هذول شفتوا منهم وانتم ليش ما تساعدوا؟ ليش ما عندهم ميه؟ ليش ما عندهم خيام؟ ليش ما عندهم اكل؟ لازم نوقف. يعني انت اذا تدي عراقي وهاي الشهداء راحت انت مسؤول باكر امام الله، اذا تقبل بالذيل انت استفاد باكر انت محاسب. وانا اقول لاخوي الحبيب اللي اتصل، احنا الخال وابن اخته مو يجي، كلهم عشيره وحده والله. كل العشائر، وانا دائما اكرر كل العراقيين من الشمال للجنوب من الشرق للغرب، ترى اذا تتبع الاحساب والانساب تلقانا عشيره وحده. وانا اعين النشطاء المدنيين اللي ودالهم رئيس الوزراء استدعاء، ما راحوا، هذول ابطال. واما العار والخزي على هاي بعض الشيوخ اللي ما بيها خير، هذا العقال اللي على راسك شيء الاباء، الكرامه، العادات، التقاليد، خليت جوارحك ورحت تتملق الواحد تافه باكر يروح وباكر يسجل عليك التاريخ. وانا اقول
هذا يجي ذاك اليوم اللي في كل ساعة كل ساعة لأبنائكم صور ويرتفعون فوق فوق هاي الدولة. لا تنسون يا عراقيين أوقفوا إلى جانب المتظاهرين والله ذلة. وأنا أشكرك عمي سامحني. شكرا جزيلا. طيب معنا محمد من هولندا، بعد ذلك سنقرأ بعض الرسائل لأن المتصلين حقيقة يرسلون الكثير الآن. محمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا لك أخي ومشاهدين. حياك الله. يعني محمد إحنا ليش نقاش بنفسنا؟ يعني إحنا بالأول تالي لازم نعرف إنه ما نتبع العبادي ولا مالكي ولا حكيم وغيره. نعم. هو الفقيه اللي يحكم العراق، إيرانية تحكم. يعني هؤلاء عبارة عن قطع شطرنج. نعم. يحركهم الفقيه. يعني هذا واقع. يعني المظاهرات ما راح تفيد. يعني ذولا ما عندهم ثقافة سلمية. ثقافة سلمية ما عندهم، هي ثقافة القتل. مستعدين يبيدون كل الشعب العراقي حتى هم يبقون هم وإيران. سوريا نموذج قريب ليس ببعيد. يعني هذا واقع نشوفه. نعم. يعني قبل 3 سنوات دخلنا بالخضراء والحكومة سقطت لكن الصدر كان يسحبه. زين مثل ما يقول بعراق الطنابوري. فهي الحكومة الإيرانية هي قسمنا نفسنا تبع العبادي والمالكي. هي إيران سرطان قاعد ياكل الجسر العراق من كل النواحي. يعني طيب محمد هسه احنا طرحنا المشاكل يعني طرحنا المشاكل وطرحنا الكثير من المشاكل والجميع يعلم الآن في العراق ما هي مشكلة العراقيين. مشكلة العراقيين بحكومة موجودة جاءت عن طريق الاحتلال مسنودة ومدعومة من إيران، وحضرتك تقول هي أصلا إيرانية. شلون الحل هسه؟ الحل شنو؟ الحل بمظاهرات سلمية أم بطريقة مختلفة ربما قد تكون رجح البعض أن تكون يعني أقوى أقسى ربما تخرج من إطار السلمية لتدخل في إطار آخر، لأنه هذا هو الحل الوحيد الموجود حاليا والمتاح. والله الحل حاليا لك صمت عالم رهيب أشوف وعربي رهيب كانوا متفقين إياهم. ما عدّ غير الدعاء أخي محمد صدق ما عدّ غير الدعاء حتى نخلص من إيران وتبعت إيران. ما عدّ غير الدعاء. شكرا جزيلا محمد من هولندا. معنا عز الدين من البصرة، وأرجو من الأخوة المشاركين على الواتساب ينتظروا قليلا سنقرأ إن شاء الله كل الرسائل. عز الدين تفضل. حبيبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يحفظك أستاذ عمر. حياك الله محمد وياك. الله يحييك محمد حبيبي العفو. الله يسلمك تفضل. أنا عندي رسالة قصيرة للشعب العراقي. نعم. إحنا ما نحمل الحكومة، الحكومة ما نحملها. نعم. الحكومة أفراد قليلة. بس رسالة إلى الشعب العراقي قبل فوات الأوان، قبل فوات الأوان، وليس نقول للحكومة قبل فوات الأوان. فينتبه الشعب العراقي انتباه وخلي يصحح المرة. هذه الفرصة الأخيرة. نعم. هذه الفرصة الأخيرة. ليش الفرصة الأخيرة عز الدين؟ عز الدين شبابة. عز الدين ليش الفرصة الأخيرة؟ الفرصة الأخيرة أكو أسباب ما أقدر أشرحها لك أستاذ على الهواء. طيب تسمعني حبيبي؟ أسمعك. المفروض من الشعب كله ينتفض، لا يعتمد علينا إحنا اللي جاي نطلع أو نظاهر. بس إحنا نقدر نغير كل شيء. نغير كل شيء. أكو أجد من الموت؟ أكو أجد من الموت؟ ماكو. طيب إيش تحتاجون من الشعب؟ عز الدين عز الدين ايش تحتاجون الان مسانده من الشعب؟ المسانده ان يخرج الشعب برمته، يعني لا يبقى يباوع، لا يبقون بس يباوعون ويتصلون وكذا والجنوب والشمال. حبيبي انت عراقي مسؤول امام الله وامام شعبك، ما لك دخل لا برئيس ولا مدير ولا كائن من يكون. انت اطلع مواطن عراقي مظلوم، اطلع صير رجل واطلع اطلع شوف الناس هاي اللي صار لنا اشهر لا عمل وتاركين عوائلنا وبالشمس والله ولا حول ولا قوه الا بالله. نعم. وضالين ومرابطين بالمظاهرات والتجمعات والرسائل والاعتصامات وتيسيس الامور ما بيناتنا. يعني خلي الشعب يصحى. لا يقول لي هذا مندس وطالعين كذا وما ادري شو. لا هذا الجبان اللي يتكلم بهاي الطريقه. انت إذا تكون عراقي شريف اطلع
ندري اللي مندسين، ماكو شخص مندس، ماكو شخص حامل سلاح، ماكو شخص اقتحم له دائره حكوميه وضرب له جندي لو ضرب له شرطي. تصير عندك روح وطنيه، نريد وطن. والله 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 ثم والله ثم والله ثم والله نموت نموت وننسحب بالقنادر والله الكريم، وما نبطل هذه المظاهرات والاعتصامات حتى سقوط هذه الحكومه الفاسده. شكرا جزيلا عز الدين. نبدا بقراءه الرسائل السريعه المشاهدين الكرام قبل انتهاء وقت الحلقه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، تحيه تقدير واحترام لكم ولقناتكم. ما يفيد التظاهر، وعودهم كاذبه، ومشكله العراقي يريد بلد اللي ضاع بيد مجرمين وقتل وكذابين، نحن نريد الخلاص منهم لانهم ليسوا منا، واطلب من ابناء العراق العظيم ابناء دجله والفرات الا يصدقوهم، وين كانوا كل هالسنين من الشعب وخدماته كلها يعني مفقودة، مقصود خراب البلد، ناس حاقدين وولاهم لأسيادهم، وشكرا لكم ابنة العراق. شكرا لك. يقول أحد المشاركين أيضا أخ محمد، أما يكفي استغفال الشعب؟ هل الشعب رخيص لهذه الدرجة وساذج؟ 15 عاما ظلم ونهب لقوت الشعب، لكن العيب بتجار الدين المزيفين والمرجعية التي تدعي أنها محبة لآل البيت وتخدر الشعب كل هذه الفترة لأنهم شركاء بدم الأبرياء وبسرقة قوت الشعب. والله لو آل البيت موجودين في العراق لطلبوا اللجوء من زمان على هذا الكفر والإلحاد. يقول السلام عليكم أخي محمد، العبادي صار لأربع سنين ما سوى شيء، تايسوي هسه هو وحكومة الفاسدين وبعض الشعب مصدقين بحكي العبادي، والله ما يطلعون إلا بالسلاح والقوة. أخوكم أبو عيسى. يقول أيضا العبادي نائم في دهاليز، يعني أحد المشاركين أيضا يقول العبادي نائم في دهاليز حزب الدعوة ويتخبط بالكذب الذي هو أبرز شعارات هذا الحزب القذر العميل، ولا أدري إن دعوته للعمل من أجل محاربة الفساد الذي يمثله هو والمالكي وزيارتهم وزبانيتهم القذرون. يا بغداد ثوري ثوري، خلي نوري يلحق نوري. لدينا أيضا رسائل. أخي محمد، يجب أن يعرف الجميع أن ما جرى ويجري تأجيج طائفي هو لمصلحة الكيان الصهيوني. محمد الفارس. وأيضا رسالة أخرى تقول، يقول أبو فيصل من تركيا، أقصد أبو ناصر من تركيا، مشرد بسبب الحكومة الساقطة. أخي محمد، الطلب من أخواننا المتظاهرين طرد الحكومة الفاسدة من العراق شلع قلع، أو يقصد هو ربما قد يكون هو أبو فيصل من تركيا. على العموم أستاذ محمد، إجت على ظهر دبابة أمريكية ما يفيد مظاهرات، الحكومة إجت على ظهر دبابة أمريكية ما يفيد مظاهرات، لازم ما يفيد مظاهرات سلمية، لازم كفاح مسلح، لأن سياسيين العراق كلهم نصابين ومحتالين. أبو حكمة. طيب معنا السيدة أم عبد الله من بغداد، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أستاذ إذا سمحت لي أنه رجان أحكي بدون مقاطعة، رجاء ليس هناك وقت. أم عبد الله رجان يا قدر الإمكان باختصار. أكيد تفضلي. أستاذ، إحنا كعراق ودول عربية تجاه مؤامرة كبيرة من أمريكا وفرنسا وإسرائيل وإيران. نعم. طبعا المنفذة هي إيران، كل اللي من اجل سلب خيراتنا وتدمير امتنا وسلب خيراتنا وارادتنا. هذا اتفاق دولي ما بين الدول الكبرى انه تقوم بعمليه الاستحواذ على العراق عن طريق الحكومات اللي موجوده، بشرط انه هاي الحكومات تقوم بعمليه الاعتراف ومناصره ايران وحزب ايران وحزب الله. نفذت المؤامرة طبعا، وصل السلاح إلى الحشد والأحزاب على عن طريق إيران، على شرط أنه من شروط أمريكا أنه كل أن العراق أن يضع كل رصيد نفطي في أمريكا وإسرائيل وروسيا وفرنسا. طبعا هنا يعني إحنا هسه في اتجاه مؤامرة كبيرة، ترى المظاهرات الخلاص من هاي المؤامرة شنو أم عبد الله؟ الحل شنو؟ هي المؤامرة الدولية، يعني احنا على راسي يعني كثير من المؤامرات الدولية انتهت بإرادة شعب. استاذ ما يخالف، بس المتظاهرين
ما راح يقومون بعملية القضاء على الحكومة الموجودة لأنهم مسنودة من قبل دول أجنبية كبيرة وإيران. بس هذا بس هاي رأي بس هاي رؤية وإن كانت ربما يعني هي وجهة نظرك بس هي رؤية متشائمة خلينا نقول. صحيح هي متشائمة بس مثل فرنسا الجزائر كم سنة حاربت فرنسا إلى أن قاموا بعملية التفاوض مع أمريكا وعن طريق إيران وعن طريق فرنسا يلا حلوا مشكلتها. فإحنا مشكلتها ترى مثل مشكلة الجزائر. فالتظاهرات ما أعتقد أنه مع الاعتذار للمتظاهرين أنه راح يكتب لها النجاح. شكرا جزيلا أم عبد الله. أنا فهمت وجهة نظرك. طبعا أعتذر الوقت شرف على الانتهاء. سيد أم عبد الله يعني ربما قد تسير بمبدأ النظر إلى العالم وما يحدث وميزان القوى الموجود حاليا على الأرض وترى بأنه حاليا لا توجد قوة يمكن أن تفرض نفسها على الإرادة الأمريكية والاستراتيجية الأمريكية. يعني وجهة نظر السيدة أم عبد الله، أنا ضد هذه الفكرة من وجهة نظر شخصية وأعتقد أنه غير مناسب أن تطرح هكذا أفكار بالوقت الحالي لأسباب كثيرة. القضية الأولى أن النموذج المقارب لما تتحدث به السيدة أم عبد الله هو نموذج سوريا ونموذج اليمن. الاتفاقات والدخول بعمليات سياسية ومفاوضات تدمر ثورة إن كانت هناك ثورة حقيقية، تدمر الانتفاضة إن كانت هناك انتفاضة. تخرج شخصيات تدخل بمفاوضات مع محتل ومع شخصيات تتشبث بالحكم بأي شكل من الأشكال تؤدي إلى وأد هذه المظاهرات ووأد هذه الثورات. سوريا نموذج دمرت ثورتها بسبب أطراف تسمي نفسها معارضة، وكذلك النموذج اليمني دمر بسبب الدخول بمفاوضات مع ميليشيات. القصد يعني خلينا نبتعد عن هذه الرؤية لأنه الآن العراقيين والمتظاهرين يحتاجون إلى دعم حقيقي بعيدا عن النظرات التشاؤمية. دعونا نتحلى بالأمل وبالصبر وبالدعم كذلك لهؤلاء المتظاهرين. لم يصمد احتلال أمام إرادة شعب مهما كان قويا. ستضطر الولايات المتحدة بعد خلع هؤلاء إلى ربما اللجوء إلى شخصيات أو اللجوء إلى أطراف أخرى للتلاعب بها لإبقاء يدها في هذه السلطة. ولكن إن أراد الشعب أن يخلع الولايات المتحدة وإيران وكل من جاء معها من هذا البلد لن تدخل إلى العراق مرة أخرى مهما حاولت. وصلنا إلى الختام مشاهدينا الكرام. أنا أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.